تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله، وبدعم وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفظه الله، ينطلق بعد قليل ملتقى الفجيرة الإعلامي 2024 تحت عنوان الإعلام الموازي محطات ورؤى، من تنظيم كما ذكرت زميلي كريم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تعاون مع وكالة أنباء الإمارات وام الشريك الإعلامي الرئيسي للملتقى، وهو ثمرة لتعاون تم إرساؤه على هامش الكونغرس العالمي للإعلام 2023 بنسخته الثانية في العاصمة أبوظبي بين المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ووكالة أنباء الإمارات وام، ليكون بمثابة تأسيس لتعاون إعلامي مستقبلي شامل يشمل مختلف الجوانب الإعلامية. يأتي تنظيم الملتقى هذا العام استكمالا لسلسلة الملتقيات والمنتديات التي دأبت حكومة الفجيرة على تنظيمها سنويا، إلا أن نسخة هذا العام عام 2024 تتسم بالفرادة والتميز لثراء أجندتها والحضور المتميز والرفيع لعدد كبير من رؤساء تحرير وكالات الأنباء الصحف الخليجية والعربية مؤسسات إعلامية عريقة نخبة من الإعلاميين والصحفيين المخضرمين وكوكبة من قادة الفكر رواد القطاع المثقفين الخبراء المتخصصين أكثر من 200 ضيف من مختلف أنحاء الوطن العربي للمشاركة في فعاليات الملتقى الممتد على مدى يومين اليوم ويوم غد لمناقشة والتباحث في جملة من القضايا الملحة حقيقة التي تطال واقع القطاع في ظل طبعا التبدلات والتحولات والتغيرات الكبيرة التي تطال هذا القطاع الحيوي وفي ظل تأثير التكنولوجيا الحديثة عليه بشكل مباشر وبالتالي تبين آفاق تطوره المستقبلية وضرورة مواكبة هذا التطور. حسب الجدول الزمني من المقرر أن ينطلق الافتتاح الرسمي للملتقى عند الساعة 12 وبعد الكلمة الرئيسية لحكومة الفجيرة التي سيلقيها سعادة محمد السعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، سوف يتم عرض فيلم بعنوان عالم من السحر يسلط الضوء على تطور الإعلام في العالم. وفي لفتة مميزة خلال حفل الافتتاح الرسمي سيتم تكريم ثلاث مؤسسات إعلامية عريقة، هي جريدة الاتحاد الإماراتية، جريدة الأهرام المصرية، ومجلة العربي الكويتية. نبدأ زميلي كريم مع جريدة الاتحاد الإماراتية، هذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي تختصر ذاكرة أمة والتي يعود تاريخ إصدارها الأول إلى ما قبل قيام الاتحاد وتحديد إلى 20 أكتوبر 1969، ومع اسمها كانت بشارة خير لولادة مباركة ميمونة لدولة الاتحاد لاتحاد الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما جريدة الأهرام المصرية التي تعتبر ملاذا آمنا لمثقفي الأمة العربية والمعروفة برصانتها وفصاحتها، يعود تاريخ إصدارها الأول إلى العام 1876 تحديدا 5 أغسطس من ذلك العام، وطبعا انطلقت من جمهورية مصر العربية منها إلى المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، الكويت، مملكة البحرين، لندن، باريس، والعديد من مدن ودول العالم والعواصم العالمية، وها هي اليوم تصدر بنسختين ورقية وإلكترونية وأيضا باللغتين العربية والإنجليزية. مجلة العربي الكويتية التي كانت ولا تزال تعتبر منبرا للمثقفين والكتاب والأدباء والشعراء من مختلف أقطاب العالم العربي، وخاصة خلال 50 القرن الماضي عندما انطلق الإصدار الأول تحديدا في العام 1958 في ديسمبر من ذاك العام، وهناك العديد من الإصدارات التي لا تزال حتى اليوم حاضرة في ذاكرة ووجدان الثقافة العربية. إذن بعد تكريم هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث العريقة سوف ينتهي حفل الافتتاح الرسمي على أن تبدأ الجلسة الافتتاحية الأولى ضمن أعمال الملتقى بعنوان واقع الإعلام المؤسسي إعلام بلا سلطة. المتحدثون خلال هذه الجلسة سعادة السعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد جلال الرئيسي وهو مدير وكالة أنباء الإمارات وام، والصحافي القدير نقيب الصحفيين
المصريين الأستاذ خالد البلشي. إذن هذا فيما يخص الجلسة الافتتاحية، إلا أن جدول أعمال الملتقى زاخر بالعديد من الفعاليات والجلسات وورش العمل المتخصصة على مدى يومين. خلال اليوم الأول سوف نشهد جلسة حوارية نقاشية تستضيف أو المتحدثون فيها سعادة مدراء المكاتب الإعلامية في الحكومات المحلية، سعادة جمال آدم مدير المكتب الإعلامي في حكومة الفجيرة، سعادة الإعلامي القدير محمد الكعبي مدير المكتب الإعلامي في حكومة عجمان، وسعادة هبة الفطامي مدير المكتب الإعلامي في حكومة رأس الخيمة. العنوان الرئيسي لهذه الجلسة صناعة الإعلام في الإمارات، وما الذي يميز صناعة الإعلام في الإمارات، وأيضا في ظل التجربة الإعلامية النادرة والمتميزة في دولة الإمارات والتي تتسم حقيقة بالانفتاح على الآخر والتعدد، وأين يصل سقف الطموحات نحو إعلام وطني شامل. أما الجلسة الختامية لهذا اليوم فهي سوف تكون بعنوان رواد مواقع التواصل الاجتماعي سفراء بلا سفرات. خلال هذه الجلسة المتحدثون هم إعلاميون ورائدات مواقع التواصل الاجتماعي ومؤثرون من دولة الإمارات، من المملكة العربية السعودية، ومن دولة الكويت. ومع هذه الجلسة سوف تختتم الجلسات الحوارية والنقاشية لليوم الأول للملتقى على أن تستكمل صباح غد تحديدا عند الساعة 10:00 صباحا مع جلسة افتتاحية بعنوان الإعلام التقليدي في عصر الذكاء الاصطناعي. المتحدثون خلال هذه الجلسة رؤساء تحرير جريدة الخليج الإماراتية، جريدة الأهرام المصرية، ومجلة العربي الكويتية. سيحاول المتحدثون خلال هذه الجلسة الافتتاحية ليوم غد تسليط الضوء على أثر الثورة الرقمية وانتشار الذكاء الاصطناعي على المطبوعات وعلى هذه المؤسسات المطبوعة، على الجرائد وعلى الصحف، وعلى المنافسة الكبيرة التي يتعرضون لها. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كنا سنشهد في المستقبل القريب ربما شبه اختفاء أو اختفاء كاملا للنسخ الورقية، وربما الانكفاء والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية التي تعد حقيقة اليوم يعني منصات فاعلة ومؤثرة لطرح رؤى وأفكار ومواقف كل المشتغلين في المجال الإعلامي. أما الجلسة الثانية يوم غد فسوف تسلط الضوء على تنامي دور البودكاست أو إذاعة القادمة، وعلى الدور الذي تلعبه اليوم في المشهد الإعلامي ككل، وأيضا إمكانية الاستفادة من كل هذه التقنيات المتقدمة ربما لتطوير الرسالة الإعلامية. المتحدثون خلال هذه الجلسة إعلاميون ومدربو بودكاست ومؤثرون من دولة الإمارات، من سلطنة عمان، أيضا من جمهورية مصر العربية. السؤال الرئيسي والجوهري خلال الجلسة، هل البودكاست يسير بالتوازي مع الإعلام التقليدي أم أنه حقيقة يتفوق عليه وبالتالي يعمل بصورة مستقلة؟ ننتقل إلى الجلسة الأخيرة الختامية، هي أيضا جلسة حوارية نقاشية مفتوحة يوم غد، سوف تسلط الضوء على دور مغردين على السوشيال ميديا وعلى تأثيرهم في الرأي العام. حقيقة هذه الجلسة سوف تطرح ثلاثة محاور: أين، متى، وماذا؟ أين يبدأ دور المغردين؟ متى ينتهي؟ وما هو الدور وما هي المهام المناطة بهم لجهة تأثيرهم في الرأي العام؟ طبعا هذه الجلسة الحوارية الأخيرة في الملتقى سوف تستضيف كوكبة من المؤثرين ومن الإعلاميين مؤثري السوشيال ميديا من دولة الإمارات، دولة قطر، ومن جمهورية مصر العربية. هذا فيما يخص كريم الجلسات الحوارية والنقاشية، لكن أيضا إلى جانب هذه الجلسات هناك ورش عمل متخصصة على مدى يومين. اليوم هناك ورشتا عمل سوف نشهدهما، الأولى سوف تبدأ مباشرة بعد ختام الجلسة الافتتاحية تحديدا عند الساعة 2:30 ظهرا على مدى ساعة لغاية الساعة 3:30 عصرا. سوف يتم خلالها تسليط الضوء على أثر مواقع التواصل الاجتماعي، وستحاول مقدمة هذه الورشة حقيقة تسليط الضوء على استقطاب الكبير والهائل والواسع ربما لمواقع التواصل الاجتماعي
لأفراد المجتمع ولشريحة كبيرة من المجتمع، وبالتالي تأثيرها الهائل عليهم وإبراز المزايا الإيجابية وأيضا السلبيات، وبالتالي على اعتبارها حقيقة أمرا واقعا لا يمكن الآن أصبح الاستغناء عنها، وبالتالي كيف يمكن الاستفادة من هذه المواقع وهذه الوسائل الحديثة لإنتاج رسالة إعلامية إيجابية تخدم المجتمعات. أما ورشة العمل المتخصصة اليوم أيضا سوف نشهدها مع نهاية النهار، سوف تكون حول التصوير الاحترافي ودور الصورة في مصداقية الخبر، وكلنا ندرك تمام الإدراك أهمية الصورة، تعتبر عنصر أساسي من عناصر تكوين الخبر ونقل المعلومة، وفي بعض الأحيان قد تتفوق على الخبر وتسبقه لجهة نقل المعلومة، وبالتالي مقدم هذه الورشة يحاول تسليط الضوء على المعايير الاحترافية، على المعايير الفنية العالية التي يجب اتباعها لالتقاط صورة صحيحة ودقيقة من الناحية الفنية. هذا فيما يخص الجلسات، إذن هذا فيما يخص الجلسات وورش العمل الفنية المتخصصة، فقط لأن زميلي بعد، إذن هذا فيما يخص الجلسات والورش، ولكن يوم غد نحن على موعد مع ورشة فنية أيضا، أو عفوا ورشة عمل متخصصة، هي بعنوان بروتوكول التأثير الإعلامي على الجمهور المستهدف، لتختتم بذلك جملة الجلسات الحوارية بمجموع 6 جلسات وأيضا ورش العمل المتخصصة. ولكن إلى جانب ذلك زميلي كريم، على هامش أعمال الملتقى سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة، وهنا في مقر انعقاد الملتقى يتم تخصيص ركن لمتحف الإعلام القديم، هذا الركن الذي يعرض للمقتنيات والأدوات التي كانت تستخدم في السابق في الإعلام التقليدي في محاولة ربما للمقاربة والمفارقة بين الماضي والحاضر والمستقبل، أيضا لأنه على المقلب الآخر والجانب الآخر من هذا المكان في مقر انعقاد المؤتمر هناك غرفة العالم التي تحاكي إعلام المستقبل، والتي توفر تجربة تفاعلية مبتكرة بطرق تكنولوجية حديثة، أيضا سوف تكون تجربة مميزة لكل رواد وزائري هذا الملتقى على مدى يومين، الذي يعود في عام 2024 إلى إمارة الفجيرة، إلى إمارة التميز والإبداع في محاولة لتعزيز دور الصورة والكلمة. زميلي كريم، العد التنازلي قد بدأ ونحن على بعد دقائق لانطلاق حفل الافتتاح الرسمي للملتقى، إليك في الاستوديو.